يا كريم، نسيت اقول لك حاجه مهمه. نسيت اقول لك اشوف وشك بخير. تعالي تعالي استريحي. فيلم دموع بلا خطايا من الأفلام الممنوعة من العرض لكثرة المشاهد الخارجة والغير أخلاقية فيه. بتدور الأحداث على فايزة اللي هي شمس البارودي، بنت جميلة بتدرس في المدرسة الثانوية ووالدها من الأثرياء، وفي يوم من الأيام بتشعر فايزة ببعض التعب، فبيجي الدكتور كمال اللي بيجسد دور حسين فهمي عشان يكشف عليها، وبعد كده بتنشأ بينهم قصة حب. يروح يتقدم لوالدها عشان يتجوزها وبيوافق والدها وبالفعل بيتجوزوا. وبعد فترة بيكتشف كمال إن فايزة غير قادرة على الإنجاب، وبسبب حبه ليها بيتغاضى عن الأمر ده، بس والد كمال بيضغط عليه إنه يتجوز من بنت عمه، وبالفعل بيتجوز منها في السر وبينجب منها طفل. في يوم من الايام بالصدفة بتكتشف فايزة خيانة كمال ليها، وانه اتجوز عليها واحدة تانية بعد ما شافته مع بنت عمه على سرير واحد. وبعد كده فايزة بتخونه وهي سكرانة مع كريم اللي بيجسد دوره حسن يوسف، وبتتولى الاحداث في اطار دراما. تصبح على خير. مالك يا سلوى؟ وسبب في المصيبة دي كلها كان مين؟ ارجوك يا سلوى انسي كل اللي حصل. أنا الحق عليا اللي صدقتك، وعلى أن أنت حرة. أنا بكره الرجال غاويين يعكنينوا على الستات. راح فين؟ حنان برا. أربع بنات كل واحدة فيهم فيها عقدة نفسية، والصداقة هي العلاقة الوحيدة القوية اللي بتجمع بينهم. أول واحدة بتعاني من مرض السرقة واللي بتجسد دورها سهير رمزي، والتانية بتعاني من عقدة التطلع وحب الشهرة واللي بتجسد دورها صفاء بالصور، والاتنين التانيين بيعانوا من عقدة الحرمان العاطفي. الأولى مصممة أزياء واللي بتجسد دورها شمس البارودي، والتانية موديل. وفي نفس الوقت الاتنين دول بيحسوا بكراهية ناحية الرجال. بتقع البنات دي في قبضة سلات شباب، وهم كمان في حالة كراهية مع النفس. وبيصور واحد منهم اللي بيجسد دوره غسان مطر البنات الاربعه، وده لما المصابه بعقدة السرقه واللي بتجسد دورها سهير رمزي بتكون بسرقه المجوهرات من محل كبير. بعد كده بيبدا في ابتزازه، وكمان في ابتزاز الشاب اللي بيقع في غرام مصممه الازياء واللي بيجسد دوره نور الشريف، وده بيدفعه لسرقه خزنه الشركه اللي بيشتغل فيها. بيعرف البوليس وبيحاول السيطره على الموقف. بعد كده بيتم القبض على الجميع بعد معرفه امر السرقه اللي قسموها واشترك فيها الجميع. وفي نفس الوقت بتتخلص كل فتاه من العقده المصابه بيها. فيلم المتعة والعذاب بطولة شمس البارودي وصفاء بالسعود وسهير رمزي ونور الشريف وسمير صبري وغسان مطر. الفيلم من إخراج نيازي مصطفى. تم منع عرض الفيلم تلفزيونيا وتصنف للكبار فقط لكثرة المشاهد الخارجة والجريئة فيه. احنا لازم نبعد عنهم، دول مجرمين عارفين بيوتنا وكل حاجة عننا وحيفضل ورانا. نسافر اسكندرية، انا معايا مفتاح شليل عجب اني استخبى هناك. يا حبيبي انت قلت ايه؟ حبيبي أنا كل اللي عملته ده علشانك، عشان بحبك يا محمود. ما كنتش حاسس بيا، كان لازم أخليك تحس، كان لازم تعرف. أميرة أنا محتاجك قوي. وانا تعال. شفيقة خدامة مش محبوبة بيعملها الناس بقسوة شديدة، والكل بيجي عليها. شفيقة بتقع في غرام الصحفي محمود، مش بيحس بيها ومش بيبادلها نفس الشعور، وكمان بيحب احدى الممثلات. بتتفق شفيقة مع ادهم حفيد ابليس انه ياخد روحها ويتصرف فيها زي ما هو عايز، مقابل انها تتحول لمليونيرة جميلة، وده بشرط انها تكون ملك للشيطان. بتتحول شفيقة لمليونيرة جميلة بل رائعة الجمال، وبتبدأ في الانتقام من الناس اللي عملوها بقسوة، وده وقت ما كانت خدامة مش جميلة.
بيتعاملهم كلهم بأسوأ ما عدا الصحفي محمود اللي حبته حب كبير، لكنها بتنهار تماما لما بتعرف ان الصحفي محمود انتحر. وقتها بتقرر التوبة وتحج، وبيحاول الشيطان انه يذكرها بالعقد اللي قطعته على نفسها، لكنها بتستطيع انها تحرقه بقوة ايمانها، وده بعد عودتها من الحج. فيلم المرأة التي غلبت الشيطان فيلم درامي خيالي مصري، تصنف من الافلام العربية الممنوعة من العرض لكثرة المشاهد الخارجة والجريئة فيه. انتج سنة 1973 من بطولة شمس البارودي ونور الشريف وعادل ادهم ونعمة مختار. انا متضايقة. عمرك. حاسة بملل. عمرك. هو كل حاجة عمرك عمرك. بقول لك حاسة بملل. اطلبي. عيب يا دكتور، اعتبرك زي اخويا الكبير. انا طول عمري ما دكتور كريم. الله انا متجوزك. طب اسمع بس. الله فيلم الجبان والحر، مجد اللي بيجسد دوره حسن يوسف من أسرة متوسطة وبيحلم أبوه إنه يكون دكتور، وبالفعل مجدي بيدخل كلية الطب. بعد كده بيتعرف على سعاد هانم اللي بيتجسد دورها هند رستم اللي بتكون زوجة الدكتور أحمد فكري أستاذه بالجامعة، واللي بيجسد دوره عمر الحرير. بتتقرب منه سعاد هانم وبتقع في حب، وهو كمان بيحبها، بس بعد كده بتموت في حادثة. بعد كده بيتعرف على زميلته سميرة اللي بيتجسد دورها شمس البارود واللي بتساعده في الدراسة، وبيتقرب ليها وبعد كده بيحبها، بس هي بتسيبه عشان ظروفه المادية وتتجوز من أحمد فكري دكتورهم في الجامعة. فيلم المساجين الثلاثة من بطولة رشدي أباظة وشمس البارودي ويوسف شعبان ومحمد عوض، انتاج سنة 1968. وبتدور قصة الفيلم ان بيهرب ثلاث مساجين من السجن في محاولة لكل واحد منهم لتنفيذ فكرة عشوائية بتيجي في دماغه. الاول اللي هو رشدي أباظة بيحاول سرقة عصابة تهريب ألماظ، والتاني اللي هو يوسف شعبان بيحاول استرداد حبيبته اللي دخل السجن بسببها، والتالت اللي هو محمد عوض بيعود لاسترداد ما اخفاه تحت شجرة. كل ده في اطار كوميدي ومثير. الفيلم اتمنع من العرض تلفزيونيا وتصنف للكبار فقط لوجود بعض المشاهد الجريئه فيه. انا بحب الستات. تعال اقعد. القصه